بسم الله الرحمن الرحيم. ليس المهم أن يكون الإنسان فردا من البشر، لأن أفراد البشر كثيرون. والآن أنتم تجدون في هذه الشوارع سيل من البشر. الشاعر يقول: إني لا أفتح عيني حين أفتحها على كثير، ولكن لا أرى أحدا. نحن لا نقول هذا الشيء باعتباره موعظة أو منبر أو كلام عادي، نقول هذا الشيء باعتبار أنكم اصنعوا من أنفسكم هذه الأفراد. الإنسان بيده أن يصنع نفسه حسنا جيدا أو أن يصنع نفسه عادية. أما الذين يصنعون من أنفسهم أناس منحطين متأخرين فهم كثيرون جدا. الكلام معكم أنتم الجالسون هنا، كل فرد منكم يتمكن أن يصبح محور ويتمكن أن يصبح شخصية مرموقة، مو لأجل الدنيا وإنما لأجل الله. في القرآن الحكيم: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله. يعني كل شيء من الإنسان لله. أنتم لكم مستقبل، وعلى قول إيليا أبو ماضي: ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت. الآن تمشون، لكن هل تمشون إلى شخصية مرموقة، شخصية عالمية، شخصية خدومة، شخصية أن تكونوا أناسا في الآخرة يشار إليكم بالعمل الصالح؟ هذا هو المشكل. وإلا أنتم طلبة لا بأس، جزاكم الله خيرا، تصلون وتصومون ومتدينون لا بأس، جزاكم الله خيرا، هذا أول الأشياء. لكن هل تكونون في المستقبل مفيدا، يعني شيخا مفيدا قبل 1000 سنة، أو نصير الدين الطوسي، أو العلامة الحلي، أو المحقق الحلي صاحب الشرائع، أو الشيخ المرضى الأنصاري؟ هذا الكلام، وهذا بأيديكم. لأن الإنسان على قول مشهور شمع عسل. الله في القرآن الحكيم يقول: ذلك بما قدمت أيديكم، يعني هذا بيدك، لا يقصد يد الجارحة، وإنما بإرادتك، بفكرك، بنظرك، بلسانك، بأذنك، بيدك، برجلك، بجنسك، ببطنك. فكروا هذا التفكير، وإلا في المستقبل هذا لا شك فيه، إن شاء الله تعالى صدام يروح وترجعون إلى بلادكم سالمين، وكل واحد منكم صاحب مسجد، صاحب منبر، صاحب عقد وطلاق وإيجار وإيقاع وعاق، هذا موجود. لكن هذا الكلام أنكم هل تجدون أنفسكم وتوجدون أنفسكم أناسا جيدين مرموقين لا للدنيا لله، الكلام هذا هو. إذا أردتم أن تكونوا هكذا فعليكم بثلاثة أمور. الأمر الأول التقوى، الأمر الثاني الأخلاق الحسنة، الأمر الثالث خدمة الناس. أما التقوى، يخاف الله الإنسان ليل نهار سر جهار، هذه فرد فضيلة ما فوقها فضيلة. وفي القرآن الحكيم الله تعالى يقول: فاتقوا الله
ما استطعتم. ايش كثر عندك استطاعة؟ اتق الله. الله سبحانه وتعالى ليست له قرابة مع أحد أبدا، وإنما يزل الناس بميزان التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لنفرض هناك فرد بحر من الماء العذب، وأنت قادر أن تحمل من هذا الماء العذب كمية، منا، 5 أمنان، 1000 من، 1,000,000 من، كلما تتمكن يجب عليك أن تعمل وتحمل. أحد شعراء البحرين عند قصيدة جميلة من جملة أشعاره يقول: أنفاس عمرك أثمان الجنان، فلا تشري بها لهبا في الحشر تشتعل. كل نفس ثمن، كل نفس ثمن. تتمكن أن تقول لا إله إلا الله، تتمكن أن تسكت، تتمكن أن تقول البداء، بنفسك تتمكن أن تشتري الجنة وأن تشتري النار. ولا على قول العراقيين بوش: لا جنة ولا نار. أنفاس عمرك أثمان الجنان، فلا تشري بها لهبا في الحشر تشتعل. ثم لازم تركض نهار، تركض مو ركضا للأقدام، ركضا للعمل الصالح. الشاعر يقول: فتراكضوا خيل الشباب وحاذروا أن تسترد، فإنهن عواري. يدك عارية، أذنك عارية، لسانك عارية، رجلك عارية، كل شيء منك عارية. فاليوم يستردوها. وما المال والأهلون إلا ودائعا، ولا بد يوما أن ترد الودائع. يستردون منها. هذا كلش مهم أن يفكر الإنسان فيه ليل نهار سر الجهار. والله سبحانه وتعالى إذا أن الإنسان كان في طريقه واتقى الله يكون معه، وإذا ما اتقى الله الله يصفعه. الله فر الصفاع من أعجب الصفاعين، من أعجب الصفاعين الله. الحمد لله قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. الله قاسم الجبارين. أكو فارق في اللغة العربية بين القسم والفصم. الفصم هو الكسر والفصل بلا صوت. في الآية الكريمة الله يقول: لا انفصام لها. هذا يسمى فصما. إذا فرد واحد ويا فرد سكين قطع ظهر حيوان أو إنسان، لكن صوت ماكو، يقال شنو؟ يقال فصمة. أما إذا فرد إنسان مع ساطور ضرب حتى أعطى الحس، هذا يسمى قسم. فرق بين القسم وبين الفصم في اللغة العربية. قسمه يعني كسر ظهره بصوت، فصمه يعني كسر ظهره بلا صوت. الله سبحانه وتعالى يقسم ومع صوت يقسم، يعني أنه يصفع فرعون قبل 4,000 سنة وإلى اليوم يأتي صوته. هذا مو صوت. في القرآن الحكيم الله سبحانه وتعالى يقول: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، يلعنونه، ويوم القيامة هم من المقبوحين. الله يصفع صفعة عجيبة، يصفع مو مال فرعونها. احنا شفنا الله شلون صفع، كلكم شايفين الله شلون يصفع، الشخصية والمال والأصدقاء والأقرباء والمعاهدات الدولية وألف شيء أكو، الله يصفع. تلك الصفعات الغريبة الله يصفعها.
عبد الكريم قاسم أنا كنت شايفه ورايح يمه ونصحته أيضا، وحتى أخذ يبكي في قصة طويلة عندنا معه. غير حكما من أحكام الله غير معاصيه الأخر، والحكم أنه الله في القرآن يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا مات الميت له ولد وبنت، الولد يرث الدينار والبنت ترث نصف الدينار. عبد الكريم غيره، قال للذكر مثل الأنثى. الله صفعه، وإحنا شفنا صفعه، صار عليه انقلاب، جاءوا به إلى التلفزيون، وراء التلفزيون اجى فرد واحد جندي هو كان مدنك في التلفزيون حتى اللي يشوفوه، وحوله هذول البعثيين وقوميين وهذول هذول أعداءه الذين سووا انقلاب عليه. فرد بعثي أخذ شعره ورفعه حتى الناس يضاعوه، بعدين أخذوا طلقة طاق 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 أمام كل العراقيين، مو بس العراقيين، إلى خوزستان إلى الكويت إلى كل هالأماكن شافوا. الله يصفع. فرد قادر غريب الله، إنسان لازم لا ينخدع معصية الله هكذا، بس أنه قسم من الناس الله يأخرهم كم يوم، لأنه الله ما يخاف ولا يمكن الفرار من حكومتك. وين تروح؟ تروح بالقمر الله في القمر، تروح بالشمس الله بالشمس، تروح على الزحل الله في الزحل، تروح تحت البحار الله تحت البحر، تروح في إيران الله في إيران، تروح في العراق الله في العراق، تروح في جبل قاف الله في جبل قاف، كل مكان موجود الله، كل مثل الجاذبية ولا مناقشة في الأمثال، أي مكان رح الجاذبية موجود. الله بعض الأيام يؤخر لا أكثر ولا أقل. يقولون فرد واحد بطل هذا كلما صارع مع إنسان ضربه وصرعه، حتى ماكو فرد واحد اللي تمكن أن يصرعه. فرد يوم صار مغرور، لأن إحنا شوية فلوس نصير مغرور، شوية قدرة نصير مغرور، شوية مال وأصحاب وأصدقاء وعشيرة نصير مغرور. فرد يوم رفع رأسه وقال يا الله أنزل علي جبرائيل حتى أصع جبرائيل، مغرور بعد. هذا قصص لنا، ها مو قصة تاريخية فقط. هذا تمرض وشل جسمه، المرض بيد الله، وإذا مرضته فهو يشفين، الشفاء بيد الله، كل شيء بيد الله، معلوم المرض بيد الله، الصحة بيد الله، كل شيء بيد الله. شل فريد يوم كان نايم ما يتمكن يحرك جسمه، كلكم شايفين اللي مشلولين ما يتمكن يحرك جسمه. هذا اللي يقول جبرائيل يجي صانع، يعني يا الله يقول الله يتحدى. فإذا به يرى رجله تأذي، تعجب إيش بي رجله، هو بكل قوة وكل فعالية شوي رفع رأسه، نايم مشلول، شوي رفع رأسه ينظر شي صاير برجله حتى تأذيه حتى تحرقه. شاف فرد فارة جاية تقرض إصبعه، ما عنده قدرة حتى تغير هذه الفارة، توخر هذه الفارة، تحرك رجله أبدا. قام يصيح حتى اجوا وفخروا الفارة. انزل جبرائيل. احنا نفس الشيء، ها تصوروا ان احنا مستثنى عن هذا الشيء. لحظة الغفل عن الله صفقة من الله. دائما انسان لازم متقي، دائما متقي. والإنسان لا يبني نفسه بعدم التقوى بيد حاكم، لأن الحاكم من الممكن في العراق يريد يأذيك الحاكم تشرد منه،
هذا ممكن، أما من الله يمكن تشرب؟ الإنسان المتقي هو الربحان ألف في ألف، والإنسان غير المتقي هو الخاسر ألف في ألف، هو خاسر قبل غيره أيضا. دائما يقرأ القرآن بتدبر، أفلا يتدبرون القرآن؟ كل القرآن هل قصص موجودة فيها في آياته، في آية القرآن. أقرأ هذا الشيء دائما. ظلمت إنسانا بفلس، الله يأخذك. فلس واحد، فلس واحد. فالمرة الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أخذ بيد أحد أصحابه، وهذه الرواية موجودة في الوسائل، وغمز يده شوي غمز، بعدين قال يا هذا حتى في هذا الأرش، حتى في هذا الأرش غمز غمز شوي. قسم من الناس لبالهم أبطال، قسم من الناس لبالهم أمام الله شيء. الله أشرف البشر عنده هو رسول الله محمد بن عبد الله. هذا أشرف المخلوقات، مع ذلك الله شلون شوف يتكلم معه في القرآن الحكيم؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل، فرد كلمة كذبة، كلمة كذبة، لأخذنا منه باليمين، نأخذ إيده ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين هو الحبل الذي في بدن الإنسان إلى قلبه حتى إذا قطع يموت. يعني كلمة إذا رسول الله يزيد أو ينقص أهل نقتله. وهذا أشرف مخلوقاته، الله مو أقرب مع أحد. النبي بنفسه يقول ولو عصيته لهويت. قسم الناس يتصورون لا مو مهم. دائما لا تنسوا التقوى، إنسان لازم يلقن نفسه ليل نهار التقوى. دائما إنسان لا يعصي الله، دائما يطيع الله، لا يعصي الله حتى بشيء صغير صغير لا يعصي الله، هذا يسمى التقوى. إذا الإنسان اتقى الله نعم دنياه، نعم آخرته، نعم حاله، نعم اطمئنانه، نعم قلبه. أما والعياذ بالله إذا الإنسان ما اتقى الله فكلها بئسه، هذا يسمى التقوى. والبحث التقوى طويل 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 طويل. إنسان لازم لا تفوته الفرصة. أنتوا الآن كلكم شباب، بعد أيام قلائل تكونون شيوخ، بعد أيام قلائل فرد مرة تجدون أنفسكم في القبر، انتهى كل شيء، انتهت الدنيا. هذول يومية لا إله إلا الله، دنياهم انتهت، هذول مثل إحنا. في الكتب الأدبية يقولون في الشعر يا قوم قد حوقلت أو دنوت وبعد حقال الرجال موت. حوقلت يعني شنو؟ يعني أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تريد تشيل ماي متتمكن، لا حول ولا قوة إلا بالله، تروح إلى المرحاض متتمكن، لا حول ولا قوة إلا بالله، تمشي متتمكن، لا حول ولا قوة إلا بالله. إنسان الشاي إنسان المريض نفس الشيء. أحيانا أنا كانت رجلي توجعني حقيقة، ما أتمكن أحركها بمقدار بوصة، بمقدار أنملة ما أتمكن أحرك. حتى إذا أريد بالليل أنه أحرك رجلي لأن تعبان أو خدران أو ما أشبه، أصيح فرد واحد تعال رجلي شوي تقلبها شغل أنا شخصيا. يا قوم قد حوقلت أو دنوت، يعني أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أو دنوت يعني قربت من الحوقلة، وبعد حقال الرجال شنو؟ موت، يموت. إحنا ملجرة في أموال الناس، في أموال نفسه، في زوجته، في أهله، في أقربائه، في لسانه، في أذنه، في عينه، في يده، في رجله، في بطنه، في شبابه، في شيخوخته.
هذا يسمى التقوى. الشيء الثاني هو الأخلاق الطيبة، دائما أخلاقكم طيبة، وهذه حقيقة صعب، مو شيء سهل. يعني أنه حتى لا تمعر وجهك، هذا كلش صعب، لكن الجنة خلقت طيبا ولأصحاب الأخلاق الطيبة. دائما الإنسان يعدل أخلاقه، يطيب أخلاقه دائما، ليسب، ليتهم، ليضرب الناس، حتى طفله، حتى زوجته، أبدا، حتى لا يسيء إلى الناس. أكو في الأحاديث، أكو كتاب يقرؤ هذا الكتاب من أوله إلى آخره، لأن كتاب تربوي غريب في التربية، آيات وروايات وأحاديث وقصص. هذا الكتاب اسمه لآل الأخبار لتو سركاني، أنتوا كلكم شايفين شرح اللمعة، وكلكم شايفين المكاسب وضعف المكاسب حجما. لآل الأخبار هذا يربي الإنسان على الأخلاق الطيبة، على التقوى. أكو في الأخبار أن القبر يضغط على الإنسان، وجه الضغط في القبر من كان يضغط على الناس في حياته، القبر يضغط عليه. الضغط على في القبر مو على جسمك، ولا جسمك يشوفه مو مضغوط عليه، على روحك. شايف أنت نفسك، وكلنا شايفين أنفسنا، شايف على أنك الحمد لله تعالى جسمك صحيح، في الفيء قاعد، أكلك ممتاز، كل شيء، لكن مديون، واليوم هم لازم يودوك للمحاكمة، أو أنه يريدون يأخذون دينهم منك. شلون في ضغط؟ هذا ضغط جسمي، هذا ضغط روحي. احيانا صار لكلكم بالليل متنامون للصباح، جسمكم في شيء، ما في شيء، روحكم في شيء، هذا الضغط، ضغطة القبر هذا الشيء. يعني اذا ضغطت على الناس، الله سبحانه وتعالى يضغط عليك في القبر، لانه في الحديث في كلام علي عليه الصلاه والسلام يقول لن يفوت الله اخذه. يعني الله ياخذك، مو هسه، بعد 10 سنوات، بعد 5 سنوات، بعد سنة. كان فرد واحد من أصدقائنا الله يحفظه والله يهديه، هذا يضغط على زوجته، قصة عنده ما علينا بالقصة، فنصحوه ما فادوا إياه. فرد مرة جاءني باكيا في هذه الغرفة، ولده الشاب كان رايح بتصادف أو اصطدام سيارة ومات في أمان الله، خلاص. الله يضغط عليه، الله يعرف شلون يضغط عليه، لأن الله سبحانه وتعالى كل الطرق يعرفها. قسم من الناس يصورون على أنه لا، الله ما يعرف الطرق، أو على قول الفارسيين زرنجي، يسوي شطارة، الشطارة ما تمشي مع الله. الله يقول إذا شطر معنا ومكر معنا احنا بنمكر وياه، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. في آية أخرى الله يقول يخادعون الله وهو خادعهم، تعال خدعتي مع الله والعياذ بالله وخدعة الله معي، أيهما أنجح وأربح وأنفذ وأقدم؟ نحن خدعة الله أقدم. إنسان دائما حسن الأخلاق دائما، وهذا شيء صعب في الحقيقة، لأن طبيعة الإنسان طبيعة غرور. في القرآن الحكيم الله سبحانه وتعالى يقول فلا تغرنكم الحياة الدنيا، تصير مغرور، ولا يغرنكم بالله الغرور. غرور اسمه شيطان، يعني ليه يخدعكم الشيطان؟ ها، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فدائما حسن الأخلاق، ولازم
توحي إلى نفسك حسن الأخلاق. لا أنا نقول أنا حسن الأخلاق، أنا ما أسب، أنا ما أفشل، أنا ما أمعر وجهي، أنا ما أضرب بيد أو رجل أو ما أشبه. ولا الله يأخذ، وقوي هم يأخذ، هم يؤلم هم بشدة، يعني قد يكون إيلام أكو لكن باللين. أنت في فراشك مألوم قلبك، لكن لا قد يكون فرد واحد يأخذك أليم يؤلمك ويشد. فرد واحد كان هذا من وزراء بهلوي الأول، في القصص عبرة باعتبار فرق بين العبرة والعبرة. عبرة يعني بكاء. الحسين عليه الصلاة والسلام يقول أنا قتيل العبرة، يعني أنا قتلت حتى يبكون علي حتى تحط ذنوبهم، أنا قتيل العبرة. العبرة لقد كان في قصصهم عبرة يعني اعتبار لأولي الألباب. وعلي عليه الصلاة والسلام يقول ما أكثر العبر وأقل المعتبر. هذا كان فرد واحد اسمه تيمورتاش، كلش رجل سيء، كلش سيء، كل الموبقات يصنعها. وزير بهلوي، وزيره الأول، موبقات الجسدية، موبقات الجنسية، موبقات القتلية، كلش يصنع. فرد واحد من علماء طهران راح يمه، توسط على أن هؤلاء يرجعهم، ما قبل. هذا العالم هو يتأذى من عنفه، لأن المغرورين دائما عنيفين هم يصيرون. فهذا العالم قال له اذكر الله يا هذا العالم. هو ضحك، تيمورتاش اسمه، تيمورتاش ضحك، قال الله باللغة الفارسية، قال الله مرتين، الله ما موجود، أنا عدي 1000 دليل على أن الله مو موجود. هذا العالم هواية أذى، وخرج باكيا من عنده، قال يا الله هذا هالشكل يقول الله مو موجود. انتهت القصة، الله مو موجود. بهلوي غضب عليه، غضب على منه؟ على تيمورتاش، غضب عليه وأمر بمحاكمته. كل شيء بيد الله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. بص الأمام حاكم عادي عادي. الحاكم قال يا سيد تيمورتاش، أنا سمعت التجايل عندك 1000 دليل على أن الله مو موجود. الحاكم قال، حاكم هو نفس البهلوي، بهلوي بعد موجود. هاي هو دمج، نكس رأسه. الحاكم قال له أنا لكن عندي دليل واحد أن الله موجود، دليل واحد، ما أحتاج إلى 1001 دليل، دليل واحد عندي، وهو أنك الطاغوت أحضرك أمام محكمة أنا الحاكم الصغير. ما سوى هذا الشيء؟ دائرة الدنيا تدور. وحكم عليه بالسجن، وحكم عليه بالإعدام. لم يبكي بالمحكمة، خلاص انتهى، سجنوه سجن مظلم في هذا أوين، أوين الآن أكو موجود في طهران، سجنوه في أوين وضيقوا عليه تضييق. بعدين شلون قتلوه؟ بالطسم، الطسم، لكن بالسم ما مات. الرئيس جلاوزة البهلوي قال لجلاوزته اجوا حتى يشوفون ميت أو ما ميت، شافوا ما ميت، هو يفرفح من السم، قال خلوا مخدة على حلقه واجلسوا عليه، خلوا مخدة على حلقه وجلسوا عليه حتى خرجت روحه. وبعد ذلك كل جسمه صار أسود، لأن هذا المخنوق جسمه يصير أسود، وعيونه طالعة جاحظة، الله ما موجود. 1000 دليل أدى على أن الله مو موجود، لكن الله أمهله فرد كم يوم لا أكثر. ولئن
علي يقول عليه الصلاة والسلام: ولئن أمهل الله الظالم فلن يفوته أخذه. كم يوم إمهال؟ دنيا على شكر. فأخلاقكم طيبة، الأخلاق الطيبة إذا مو أخلاقك طيبة تصفع بالأخلاق السيئة أيضا. إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. هذا شيء ثاني، هذا بحث طويل الأخلاق. إن شاء الله كتابين اقروهما، أحدهما لآلي للشيخ التوسركاني، هذا أحد علمائنا السابقين، كتاب ضخم كاتب، لآل الأحبار اسمه، في الأسواق تباع هذا الكتاب، نسخه تباع. الشيء الثاني كتاب جامع السعادات للشيخ النراقي، وإن شاء الله إذا رحت إلى كاشان روح إلى قبله وإلى زيارته. هذول من مفاخر علمائنا، وكتبهم من مفاخر الكتب. والنراقي كان قبل 200 سنة، جامع السعادات، يعني في هذه الكتب حل أشياء ممتلئة وكلها عبر وكلها عظة. كتاب لعالي وكتاب جامع السعادات، الأول التقوى، الثاني الأخلاق الطيبة. تبنون أنفسكم بهذه الأمور، ها بناء، بناء هذا البناء من شنو؟ هذا بناء يجيبني، لكن بناء النفس بشنو؟ بيدك وبقدرتك وبروحك وبحولك وبطولك وبدائم تفكيرك. ابنوا أنفسكم ما دام شبابتوا. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث خدمة الناس، اخدموا الناس. علي عليه الصلاة والسلام في نهج البلاغة يقول: إذا كففت يدك عن الناس فإنما تكف عنهم يدا واحدة. كم يد عندك؟ يد واحدة. ويكفون عنك أيادي كثيرة. الناس كم واحد؟ إذا ما ساعدتهم هم ما يساعدوك. الإنسان دائما لازم يخدم الناس بلسانه، بقلمه، بيده، برجله، رواحا إلى زياراتهم، بكل شيء. تدري شو وقت يتبين هذه الأشياء؟ رحت إلى البصرة، إلى بغداد، إلى العمارة، إلى أي بلد من بلادك، والناس ملتفين حولك، وفرد فقير يجي عندك، فرد صاحب حاجة يجي عندك، صير طاغوت ذاك اليوم، تذكروا هذه الأشياء، هالشكل دنك، تغمض عينك، ولبالك فرد طاغوت، فرد فرعون، ذاك اليوم اذكر هذا الشيء. الآن أنتوا فقراء، من فقراء المسلمين الحمد لله رب العالمين، وكلنا من فقراء المسلمين، مو بأيدينا شيء، ذاك اليوم بيدك شيء. والله يمتحن كل إنسان بحسب مرتبته. اللي الله سبحانه وتعالى ما نعطي فلوس، الله ما يمتحن بالفلوس. ما نعطي لسان، ما يمتحن باللسان. ما نعطي عين، ما يمتحن بالعين. الله الشيء اللي أعطاك يمتحنك به. ذاك اليوم الله يمتحنك. خدمة الناس، خدمة الناس فيها فوائد الدنيا، القبر، الآخرة. لأن خدمتك للناس هذا زرع يرد عليك حسب المقدور. والله يعلم أنك قادر أو مقادر، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أظن في سورة عنكبوت. دائما الإنسان يخدم الناس حسب إمكانه، حسب قدرته. عيسى قاعد عليه الصلاة والسلام، مر موكب زفاف. عيسى مع تلامذته قاعد، مر موكب زفاف، امرأة عروسة. عيسى قال إن هذه المرأة تموت هذه الليلة، روح الله نبي الله وكلمته ألقاها إلى مريم. الصبح أصدقاء عيسى راحوا يشوفون ماتت أو ما ماتت، شافوا هلا مو ميتة، تصفيق وهلا هيلو، وايد عجبوا. عيسى لا يكذب، أجوا قال عيسى: يا عيسى هاي ما ميتة. عيسى قام معهم
المقدمة هم كان لأجل تنبيههم، قاموا معهم أجوا للحوش. عيسى قال لأهل الحوش تأذنوني أن أدخل غرفة العروس مع الجماعة اللي وياه. كلهم دخلوا غرفة العروس، ما يخالف تفضل. عيسى شخصية نبي، هو تلاميذه، الزوجة موجود، قسم من الرجال موجود. قال عيسى للعروس: ما صنعت البارحة ليلة عرسك؟ قالت: يا روح الله، بعد التكلم أنا جابوا لي عشاء. أثناء اللي الأهل والعائلة وهذول مشغولين بالهلاهل وتصافيقه مراسم الأفراح، فقير سأل باب البيت. أنا بغرفتي فوق باب البيت سمعت، هذول اللي في الحوش ما سمعوا. فأنا قمت، هذا الطعام اللي جابوا لي أخذت الطعام وديت إلها أو إله، ما أدري إذا فقيرة أو فقيرة، هسه ما أتذكر. عيسى قال: لأجل هذا الله دفع الموت عنك. شيلوا مخدتها، عيسى قال شالوا مخدتها. وإذا بحية كبيرة لافت نفسها على نفسها تحت مخدتها. عيسى قال: المقدر كان هذه الحية تلدغه وتقتله، تلدغها وتقتلها، لكن باعتبار أنها أحسنت هذا الإحسان الله دفع الموت عنها. دائما الإنسان يجب أن يعرف، أكو مثل بالفارسي يمكن بالعربي موجود هذا المثال، يقول: بأي يد أعطيت باليد الثاني تأخذ. دنيا هالشكل، تزرع بعدين تأكل، تكتسب بعدين تحصل فلوس، تروح تدرس بعدين تصير سيد وشخصية، بس أنه فاصل أكو. لتنسون التقوى، لتنسون الأخلاق، لتنسون خدمة الناس. نسأل الله لكم ولنا جميعا كل خير وتقدم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل صدام جماعته وترجعون إلى العراق سالمين إلى سالمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.